السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبعافية ان شاء الله بإذن الله. النهاردة انا هلعب ليج اوف ليجندز، طبعا لأول مرة بعد ما جددوا الايتمز. يعني انا كنت بلعبها الاول قبل كده، كنت بروفيشنال فيها، دلوقتي انا هبقى نوب جدا بسبب. يلا بينا. على فكرة احنا قدامنا 5 بتراي هارد بريمير معاهم كانسر ياسو انت ليفل 7 وكانسر ديفيد، وانا لسه اول مره العب اللعبه بعد تجديد الايتمز. يا نهار ابيض، انت انا شكلي هتصحك. الجيم ليفل ده هيتحفل عليا فيه، اللي هو هيبقى جيم اسطوري. يعني 7 مش هيفلها ان انا كحاجه، يعني لكن براحتك تخش في تضرب اطرس وتاخد منك كمان. انا دخلت بالسكين دي بالكلاسيك عشان اخش بالدارك سيل ده. تخيلي، لا ده مينفعش والله، اصل شكل الايتمز غريب اوي الصراحة. الله يا جماعة، والله والله فخامة فخامة كده في نفسها، بس انا حاسس ان يعني حاسس ان هما يعني جددوا الشكل، بس حاجة زي كده او حطوا فيها حاجة مش فاكر. يعني لا تايتانيك هايدرا دي مش عارف اسمها، الهايدرا بس اما يعني يكون يا عم. طبعا الواد هيشوفني بقى بوت بقى عشان معيش سكن جامدة. كلام شمبيخ لبن العادي عادي، بيتكلموا بالايه دي؟ بالروسي دي ولا ايه دي؟ ايه دي يا جماعة دي؟ طبيخ. قول لي انا افتكرت هضرب على ال تعالى بقى نوريك اريك صاي. انا خايف منك، خايف ليه؟ حاسس ان انت ده فلش ليه كده؟ طيب لو كنت تضرب الشلداية وين دول؟ يعني ده الخيمة اللي انت فيها دي. لا مين زوقت مني تاني؟ انا معك كفاية كده بقى. كانون لا، كانون لا، ازعل يا عم ركساي. يا ابن انت في منين بش عليا يا حبيبي؟ بطل ابن اللذينة، انت عايز طب خلاص بقى، طب ما الواد مشي هنعمل ايه؟ بوش بس حبايبي قوي، يا حبايبي قوي. يلا بينا بقى، سلام يا عم. ما تزيدش يا زياط، انت ايه يا زياط؟ عايز زياط قوي. طب انا مش فاهم حاجه. طيب في هنا كان في فين اللي بتعمل ماجيك بريتريشن؟ هي دي تمام، ودي بقى الايتمايه اللي كانت بتعمل. يبقى نشتري واحده من دي على واحده من دي على واحده من دي على بتاع ثلاثه من دول بس كده. بس الواد العبيط بيعمل ايه؟ يا اسطى لو موتك يا اسطى انا يا عم انا اقول له بورت سوري كمان مكسر تكتبها صح يا عم. يعني ده كانسر يا عم، وانت جاي تفيدهولي؟ يعني فين سبام يس وهتفيدهولي بقى ويقعد يتريق عليا بقى يا عم بقى؟ الواد ده اجي البتاع غلط، يعني هي البتاع ما كانتش جايه فيها. يا زياط يا ابن مين انا؟ يا زياط تعالى هنا.
يقرب يا رب يوفقك. يلا دي الرخمة. وبا ليفل 8 يا عم منك. لا يا عم الجنجل انت يا عم. يا عم انت بتهرج. موت بقى ده انت غلس. يا جماعة حد يجي يلحقني منه ده. محدش يمسكني عليه. انا بص انا اضحكت. بصي بتهبيداته دي بيلوج مني الحاجة. I wanna see everything. I wanna see. I wanna see. I wanna see. يا جماعة تعالى اسيست هنا من جماعة. يا جماعة اسيست هنا يا جماعة. يلا بينا يلا بينا على مارينا. هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل ايه؟ الواد عدى جنبي شوية ووقف. ايوه بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه يا نوبان يا كحيان؟ ايزي كيل شطسة ايزي وين شطسة. يلا بوت صوروا يا جماعة. انا لسه لغاية دلوقتي مجيتش بوت. يا جماعة اسيست هنا بقى. انا موتت ايوه كذا مرة بس. يا ابن الذين هيلث تف يا عم. انت احول يا ابني. انت بتتفرج انت بتتفرج. كحة ما تقوليش ان هو موتني هو كده. ده لو كان موتني هو كده ده انا كنت هفلام فيك فلام يا جنجل الكلب انت. لا كده ما ينفعش. لازم ننزلهم. اوه بيبي. اوه بيبي اوه بيبي كده. لا يا جماعه انا لسه معايا الحرفنه بتاعت زمان. انا لسه حبيب زي ما انا زي ما انا زي ما انا زي ما انا زي ما انا. اوه يا بيبي اوه يا بيبي. وقصه للطار يا جماعه. بس هو ده لعب لقص يعني اللي هو بيتكسروا الطار دايما دايما من اطلقت الطار. ارجع يا حبيبي لليفل 7 انت تمام. ما تتكلمش معايا تاني يعني. انت جاي بتعمل ايه حضرتك؟ انت بتحمي لي الفورم ولا انت بتعمل ايه؟ يعني انت بتعمل ايه ازاي؟ انت بتحكي لي الفورم يعني انت بتعمل ايه؟ ايه ده هو سينا هي السبورت؟ وانا حطيتها والله على انها ايد دي. سينا هي السبورت تمام. هه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 
انا هبت في الحته دي يا عم، يا نهار اسود يا عم الهبد ده كله. انا ضربت ال R قبل ال ضربت ال R قبل ال Q. الله 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 يا بنت اللذينة. What the fuck يا جماعة، الحتة دي مونتاجة جميلة جدا. أنا مش فاهم إيه اللي حصل، بس هو حصل يعني، اللي حصل حصل، وقع في البصل. والله بجد بمعنى الكلمة، أنا خدت البت شوت داون بعد ما مت بطريقة جامدة فشخ بلاكس، اللي هو رامي إيه يا جماعة توقعية، تمام؟ رامي إيه توقعية؟ اللي هتفرقع بعد ما أنا هموت. موته يا عم، ده أنا بموت كل شوية. بنت خدتني شوت داون كام بقى؟ 250. انا خدت عليها 500. حلو اهو، برجع يا جماعة. بتغاب يا عم، شكلها حوش لها لمبة. كانت مكملها فيك فبتعمل دمج. دوس نو يا جماعة، يا جماعة دوس نو يا جماعة، أنا لسه بنتعلم. هو الجنجل أحيان مل أصلا. بوت إيه؟ جنبوت لا بوت. دي بت يا ابني، استغفر الله العظيم والله. لا لغيظك انها محظوظه، بتيجي في اوقات يعني. كل مره تيجي وانا مش معاك. اهو ايوه كده، الكانون بقى يدي 90 اهو. يا جماعة لسه على شوت داون الحيوانة دي. لا فرمايه ضاعت مني. الله يا بنت ال خلتنا ندوس كل حاجة. عشان اهرب. عمال برنت غبي كده. طيب لا بتاخد الدراجون يا جماعة. لا مش بروز. انا جايبك ما تجريش وراها بعد ما تاخد الأرض. نايس، هو ده مين ريفن يا جماعة، فهمتوا؟ عشان كده انا مدخله معايا. بالمناسبة ده اخويا وبفتخر بيه على فكرة، ده تربية ايدي، انا اللي معلمه، انا اللي معلمه اللعب عامة يعني. يا عم لعب بريفن قبليك يا عم، وجاب بقى اس قبليك يا عم. عامل لك ايه الاس يا اسطى؟ ايزي كيس كيل، فاهمني؟ دلكس برضه فاهم، بيبقى مين كرون بيكس كيلات براحته فاهم كده يعني. هولي شيت، انا بيني اموت ولا ايه؟ انا كنت داخل لكم بسكنايه بقى، كنت عملت فيكم ايه؟ السكنايه بتديني حماس كده، حماسه يا حماس.
عديت من ورا ودنه. بيموتوا صاحبنا هناك يا كمان. تيجي نحاول نعمل حاجة. حاجة. موتوه. على فكرة شكلهم طالعين لك انت كمان. اه هياخدوا ببرم. ده الواد جايبهم له جاي على اساس ان في كل حتة واخش بعد ما كان سوبر مان. ياخدوا ببرم فعلا. يلا كويس انت خدتها منه. طب الذكاء يا جماعه بياخد التار بتاعي. يعني الاي دي سي واقف بيعمل ايه من الشان؟ كده اوديت يا جماعه. السلام عليكم يا ولدي. بس كده بس كده موتوها بقى. وات فاك لو كان هيموتني يا جماعه. مالكم انتوا مش عايزين تسيبوني في حالي ليه؟ هيلث واقف على 20. يا عم انت ليفل 16 ازاي؟ انا جايب كيلات اعلى منك يا كساس الفار. يلا يلا اضرب فيه اضرب فيه انا معايا انص. ايه ده؟ الواد ده اختفى. يا جماعة ما بطل تاخد مني الفارم. هو انا بقيت اسمي جماعة دلوقتي؟ يا مش عارف اخد منك فرماية يا عم. ايزي تاور تاتش ايزي تاور. او بيبي او بي او بيبي. خدت منك ايه ثلاث فرمات عسل. او بيبي ايزي يا باشا ايزي. يا ابن الذين don't touch my fucking thing. بقى ارمون بنتريشن. اه ده خلوا فيها حته بتدي ارمون بنتريشن على طول والله استحيل. يا عم انا مش شاهم. انا جاي في دماغي ارمون خلاص اخليها ارمون وخلاص. لا انا عايزه انا دفع حاجه حاجه. دينجوراس دينجوراس ما تجيش جنبه. ماشي انا سبت لك. ايه ده؟ دي خريطه البلو. هتقولي الكلبه دي مين اللي خدتها؟ الزفت الشنط اللي قدامها. جت خليته مني المرة بتاعتك. انا ما مسكتش اعمل دمج. يا سلام على وضع فيسخ فيسخ. اول جيم ليا يا جماعه بعد الايتم الجديده. واحب اقول للرايت شكرا على الايتم دي. والله يا رايت انت عملت الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها من زمان. والله ده افكت. انا المشكله ان انا معيش كول داون جامد بس يلا يلا 25 كويسين. والله جبتها بسبع ثواني يا جماعه بالايتم القديم. سبع ثواني قبل كده الار بتاع فلاكس كانت سبع ثواني. سبعة هو يس بيعمل يحرك.
بسم الله مات خلاص. بحبش اوي انا كانوا يقعوا مني بالطريقة دي. سبحان الله يا عم بتهاجم عليهم ليه يا عم؟ لا لا برمي الالت عادي من جنبها بالظبط. انت محطوط كان مضطر تموت من بدري اصلا. ما انت ما ينفعش هي بتهيج لما بتعمل اسمه ايه ده؟ انا كنت بضرب ايه بالكلام دي في ظهر كومبو فاد يعمل ايه يا عم؟ ديدي يا جماعه السرينه دي يا جماعه مش بصور ده ايه ده؟ بس حاوليش تغني مني فارم اصلا مين لوكس يعني مين لوكس. خلاص تمام تعالى نلعب دي. دي بتعمل ايه دي؟ سبعمية وخمسين يا جماعة لسه ما قفلتش ايتم. يا نهار ابيض يا عايزين نعمل فايت عظيمة كده. رينتل لسه معدية بنت غريتني وان شوت يا ابني. الفكره مش الايتمات يا ابني، الفكره ان هي كانت واقفه جنب الواد وانا مش شايفها وهم كانوا شايفيني في البوش. يوه انا هجيب البتاعه دي راحت فين؟ يلا يا جماعة يلا هو مفيش غيرها في الجيم، مفيش حد تاني معاه حتى درافين ده بلحقه. الواد باخده كيف قلت يو يا عم بتخيل ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه ايه ده بقى؟ مشكلتها معايا لحد دلوقتي حوار الدمج، مشكلتها معايا انها بتيجي بسرعه بس ازاي بتجيب بتاع يا ابني؟ البت بتخفيني يا ابني كل مره بتبقى جنبي بتبقى جنبي انا مش شايفها. يا انا يا هي بقى انا هوريك يا بنت. يا عم انا لو شفتها من بعيد والله بصلناها. البت بقول لك بلاقيها جنبي. عايز اعزز اشوف هوصل لكام ابيلتي. البت الرخمه دي مش هتخليني اوصل لكام ابيلتي. ده
خربت ايدي انا مفيد. انت عمال تلف حوالين الواد، الواد يعني مش عارف يعمل ايه برضه، هو عمال بياكلهم كده ليه؟ انا مستغرب منه، هو حد بيسمع ايه الجبوت ده؟ ده بيدي ارمو؟ مش شكرا عمال كده ليه؟ داخل رسالتي على فنكر، ده عارفش داخل ايه. خلاص تعال وكل مرة بيفلش يعني الفلات بتاعته. عارف ان انا بعيش اسمه ده بس يلا. لا فلشت ليه؟ كنت عايز افهم الفيلم ده مش كاف. Such a easy win. اضرب البلاش دي خالص، ما رقبتنيش حاجة. جمعنا الكلمة في الثلاث.